بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. في دورة القدرات أول يوم فيها بداية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا فيها لكل ما هو فيه خير لكم، اللهم آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. القدرات وخاصة الآن اللفظي عبارة الآن على 120 نموذج. قدرات المحوسب عبارة عن 120 نموذج لا يخرج عنها الاختبار في مجملها، شيء كذا جاهز لكم، يعني عبارة عن قطعة مثلا زي كذا التنوبري الجديد مثلا، تمام؟ هذا عنوان القطعة، هذه القطعة بداخلها قطع، تمام؟ قطعة فيها كلام وبيجي عليها أسئلة. الأسئلة هذه من أسهل ما يكون، وبإذن الله رب العالمين سنتناول في جلسات طويلة معنا كيف نحل القطعة وكيف ما نغلط في القطعة وكيف نحل بسرعة قبل ما يمر علينا الوقت، قبل ما يخلص الوقت، كيف بسرعة بسرعة كذا نخلص قبل ما نقول أوه الاختبار كان طويل، والله أنا حليت بس جيت عند القطعة بقيت أختار أي شيء لأن الوقت ما أمداني، تمام؟ وكل قطعة لابد أن يمر عليها حاجات يعني من أقسام القدرات. إيش أقسام القدرات هذه؟ عندنا القدرات تنقسم إلى كما تعلمون كمي ولفظي. طيب القدرات الكمي عارفينها رياضيات. القدرات اللفظي عبارة عن إيش؟ عبارة عن تناظر لفظي وسنعرفه، وعبارة عن الخطأ السياقي وبإذن الله سنتناوله، وعبارة عن استيعاب المقروء اللي هو الإيش؟ القطعة هذه. وبالنسبة للورقي بحطوا حاجة اسمها المفردة الشاذة، يبقى تناظر لفظي، خطأ سياقي، استيعاب المقروء، في الورقة بحطوا المفردة الشاذة. طيب التناظر اللفظي عبارة عن إيش؟ عبارة عن كلمتين، في كلمتين عندنا، هاتين الكلمتين بينهما علاقة، بينهم علاقة، تربطهم علاقة، وإحنا رح ندور على كلمتين بينهم نفس العلاقة. كلام عام ما فهمنا يا دكتور، بالمثال يتضح المقال. عندنا كلمة نجاح واجتهاد. كلمة نجاح واجتهاد بينهما علاقة، ما هذه العلاقة؟ النجاح يؤدي إلى اجتهاد، يبقى العلاقة اللي بينهم كلمة يؤدي، الإنسان المجتهد يؤدي هذا الاجتهاد يؤدي إلى نجاح، الإنسان المجتهد يؤدي ذلك أنه ينجح. لاحظوا هنا احنا قلنا اجتهاد من اليسار يؤدي إلى نجاح، بيسموها علاقة يؤدي معكوسة، يعني هنبدأ من اليسار. طيب هنبحث في الإجابة على كلمة أو كلمتين بينهما علاقة يؤدي معكوسة، يعني هنبدأ من اليسار كده، الممارسة أو الخبز يؤدي إلى عجين، الخبز اللي احنا بناكله هذا يؤدي إلى عجين؟ طبعا لا. الإفك يؤدي إلى كذب؟
الإفك والكذب الاثنين واحد. إفك افتراه، إفك افتراه، يعني الاثنين كذب، اثنين افتراء، الكذب والإفك بمعنى افتراء. أما الممارسة تؤدي إلى تعلم. لما الإنسان يمارس الشيء، يتمارس الشيء يتعلمه. في واحدة ما بتعرف تسوق السيارة، لما تروح البر تركب السيارة وتعرف الغيارات وتسوق مرة وتسوق مرة وتسوق مرة وتسوق الثانية والثالثة، خلاص صارت تمارس السواقة أو السياقة، خلاص تتعلم السواقة. في واحد ما يحب القدرات وما يعرف فيها شيء، صار يتمارس في القدرات، فهذا الممارسة تؤدي إلى تعلم، اللي هو تحليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. إنما العلم إيش؟ بالتعلم. الإنسان لما يتعلم، يحاول يتعلم، راح يتعلم إن شاء الله. يبقى هنا علاقة اجتهاد يؤدي إلى نجاح، والممارسة تؤدي إلى والممارسة تؤدي إلى تعلم. طيب مثال ثاني: السيل والسد. الكلمتين هذول بينهما علاقة. إيش العلاقة بين سيل وسد؟ السيل يمنعه السد، يبقى السيل يمنعه السد، أو السد يمنع السيل. الشمس تمنعه المظلة، أو المظلة تمنع الشمس. نعم. طيب المشاة تمنع الطريق؟ لا. أمال إيش اللي يمشي هنا؟ السد يمنع السيل، والمظلة تمنع الشمس. طيب هنا يقول ثوب وستر. الثوب، وظيفة الثوب هذا إيش؟ ستر. كم من إنسان لابس، يعني ما شاء الله تبارك الله، تقول أمير، وهو سبحان الله مليء بالأمراض، حتى قد يكون عنده سرطان، كانسر، وحاجات زي كده، والعياذ بالله. كم من امرأة يعني لابسة مثل ما تقول، وعندها والعياذ بالله سرطان وكذا، لأن وظيفة هذا الثوب الله عز وجل جعله للستر، جعل وظيفة هذا الثوب الستر. فوظيفة الثوب الستر، ووظيفة القلم الكتابة. القلم هذا وظيفته الكتابة، والثوب هذا وظيفته الستر. طيب مقياس وزلزال. هنا العلاقة يقول لك أداة قياس الشيء، أداة قياس الشيء، أداة قياس إيش؟ الشيء. يعني إيش؟ الحين لما نقول الزلزال له مقياس، والاختبارات لها مصحح. الاختبارات لها إيش؟ مصحح. الاختبارات لها إيش؟ حد مصحح. والزلزال فيها لها شيء بيقيسه، مقياس. يبقى الزلزال له مقياس، والاختبارات لها مصحح. طيب خسوف القمر. لما القمر يحدث له خسوف، هذه صفة سلبية، مو صفة إيجابية، صفة سلبية. يبقى خسوف القمر ذبول الورد. الورد هذا دائما بدل على السلام، بدل على الصفاء، بدل على حاجات حلوة يعني. لكن هذا الورد قد يحدث له صفة سلبية، إن هو يذبل، ذبول. يبقى ذبول صفة سلبية للورد، والخسوف صفة
سلبية للقمر. حاز ونال، فلان حاز على هذا الشيء أي ناله، حاز على شيء أي نال عليه، فهي بمعنى واحد، حاز نال. يقول حاز على جائزة مثلا نوبل، معناها نال جائزة نوبل. يبقى هنا العلاقة إيش؟ العلاقة هنا اسمها يسمونها علاقة ترادف. طيب أرسل وأوصل، هل العلاقة هنا ترادف أم لا؟ أنا أرسلت الرابط اليوم، أرسل، لكن أرسلت الرابط وفي ناس ما عندها نت، فهل أنا أوصلت الرابط لكم جميعا مع إني أرسلته؟ بالطبع لا، في واحد مشغول، في واحدة مشغولة، في واحدة ما عندها نت، في واحدة طالعة وما فتحت النت، فأنا أرسلته لكن ما وصل للجميع. فكلمة أرسل ليست بمعنى أوصل. زال اندثر، زال المرض اندثر، راح افتكينا منه. زال الحر اندثر، خلاص راح، راحت أيام الحر. تحليق وجو، التحليق في الجو، التحليق في الجو، والدراسة في الجامعة. يعني إيش التحليق في الجو؟ يعني مكان التحليق في الجو. عمركم شفتوا طيارة بتسافر مثلا من الرياض لمكة على طريق الرياض مكة، تحلق على طريق الرياض مكة، بتمشي كده على الطريق مثل السيارات؟ لا، لأن الطيارة بتطير في الجو، والطيران اسمه تحليق. يبقى مكان التحليق في الجو ومكان الدراسة في الجامعة. واحدة تقول لي إيه، ومكان الدراسة في الثانوي، ومكان الدراسة في المدرسة، ومكان الدراسة في المعهد، ومكان الدراسة في الابتدائي، ومكان الدراسة في دور تحفيظ القرآن، وهكذا. هنا بنختار الكلمة الصح، راح تلاقي هنا الكلمة الوحيدة الصح هنا دراسة وجامعة. المطلوب منها أن الدراسة مكانها وين؟ في الجامعة. شبكة وصيد، شبكة وصيد، الشبكة في ماذا تستخدم الشبكة؟ تستخدم الشبكة في الصيد. احنا بنستخدم الشبكة في شيء معين، مش هو الصيد. طيب نستخدم الدرج في الحفظ؟ نعم، انت عندك مثلا في البيت درج فيه اغراضك. ليش فيه اغراضك؟ عشان ما في طفل يلعب فيها او احد ياخذها او كذا، في حاجاتك الخاصه، عندك شنطه فيها حاجاتك الخاصه لحفظ هذه الاشياء. يبقى الدرج يستخدم في الحفظ، والشبكه تستخدم في الصيد. طيب الصناره تستخدم في الطعام؟ لا، احنا بناكله كده بالصنارة؟ لا طبعا. الحصاد يستخدم بالمنجل؟ في المنجل لا. ما إيش هذه علاقة يسمونها؟ يستخدم المنجل في الحصاد. الخيط والثوب، هذول كلمتين نبي ندور على علاقة بينهم. الخيط مكون من الثوب مكون من خيوط أو مكون من خيط. الثوب اللي احنا لابسينه جميعا، أو العباية اللي انت لابساها، أو الثوب اللي أنا لابسه أو كذا، هدول إيش؟ مكون من خيط، خيط وخيط 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 وخيط، يكون لنا هذا الثوب.
يبقى العلاقة هنا مكون من معكوسة. الثوب هنبدأ من هنا، معكوسة يعني هنبدأ من هنا. الثوب مكون من خيط. طيب المسبحة مكونة من خرز. نعم المسبحة اللي هي هذه، المسبحة اللي هي مثلا 33 سبحة، هذه مسبحة مكونة من خرز، يعني 1 2 3 لين 33. ها هنا مكون من معكوسة. يبقى الثوب مكون من خيط والمسبحة مكونة من خرز. طيب هل التقاطع مكون من إشارة؟ والله ذي تقاطعات ما فيها إشارات خالص، مرة مريتوا على أكيد على ألف حالة زي كذا، التقاطعات سيارات رايحة هنا منا وسيارات هنا وسيارات هنا، لكن ما في إشارة. فالتقاطع مو شرط أن هذا التقاطع يبقى فيه إشارات، وإلا خلينا كل منطقة فيها تقاطع نحط فيها إشارات مصيبة. هل القفص مكون من باب؟ شيء لا يعقل. الصبر والفرج كما قال الله عز وجل، والصبر يعني راحت الآية من راسي، راحت من راسي، لكن الصبر يأتيه الفرج، يجي بعده الفرج على طول. الحكمة وش تقول؟ والصبر مفتاح الفرج. الواحد بس يصبر ربنا عز وجل يفرج عنه. كيف يصبر هنا؟ يصبر على المذاكرة، هذه محتاجة مذاكرة. يصبر على الطاعة، الطاعة محتاجة صبر. واحد بيصلي، واحد بيقرأ قرآن، واحد بيحفظ، واحد بيقوم بالليل والجو برد يتوضأ، هذا محتاج صبر. الصبر على الطاعة، وفي صبر عن المعصية. أنا الحين في معاصي واجد تحتاج الإنسان يمنع نفسه عنها، فهذا صبر. أي إنسان يصبر يتبع هذا الصبر فرج. واحدة اختبرت جابت 60 50 70 80، ما عجبتها النسبة فصبرت واجتهدت واجتهدت، رب العالمين يفرج عنها وتجيب النسبة التي بيها. الصبر يتبعه فرج. هل الحكم يتبعه محكمة؟ بس نقول حكم، المحكمة تمشي وراه. يعني نقول مثلا أنا حكمت على نفسي إن أنا أخذ 1,000,000 ريال، فتقوم المحكمة تقول لي إيه أعطوه أعطوه، مصيبة ما تيجي أبدا. يبقى الحكم ما يتبعه المحكمة، القرار يتبعه إدارة. لا، القرار يخرج من الإدارة. الجريدة، الجريدة يتبعها إصدار. يعني أنا عامل جريدة هي، لازم طالما طلعت جريدة أصدر منها كمان نسخة ثانية، يمكن ما انباعت هذه الطبعة. إذا انباعت ممكن نطبع، لكن ما انباعت ما يتبعها إصدار. أما الجفاف يتبعه فقر. كيف الجفاف يتبعه فقر؟ الجفاف يعني عدم وجود الماء، ما في ماء، الأرض بتجف. الأرض لما تجف الزرع يخرب، جفت الأرض راحت الماء، جفت الأرض مات النبات، يموت الحيوان، ثم احنا نموت بعد، يصير في فقر. شوفوا الدول الأفريقية، الأفريقية هذه الناس السود هذه اللي بجيبونهم مثل اللحم كذا، مثل العظم، بس ليش في جفاف وفي فقر؟ الجفاف يؤدي يتبعه فقر، يجي بعده فقر على طول. طيب صرير القلم، كلمة صرير وقلم هذه من الحاجات اللي احنا قلنا عليها بتنحفظ، اللي أصوات الأشياء. صوت القلم يسمى صرير، وصوت البعير يسمى رغاء. البعير لما يعمل صوت، هذا الصوت اسمه رغاء. مجموعة أصوات الحاجات دي هتحفظوها، بحيث إن يجيك أي سؤال في صوت خلاص تحفظ، تبقى حفظها مباشرة. مشاورة واختيار،
تقدري يا بسملة تشرحي لنا هذا المثال إذا إن استطعتي؟ أفتح المايك ولا ما أدري، أنا مسكر الصوت ولا فتحه؟ أيوة مع حضرتك أستاذ. تفضلي. ها، تقدري مشاورة واختيار. المشاورة تنتج عن الاختيار، نعم والطباعة يليها توزيع تمام علاقة تتابع. تمام يبقى هنقول المشاورة يتبعها اختيار. يعني أنا لما نقول لكم إيش رأيكم، إيش رأيكم يا بنات نخلوا محاضرة اللفظي الساعة كذا مثلا، نقول الساعة 5 ولا نخلوها الساعة 6، إيش رأيكم؟ هذه مشاورة، بعد المشاورة هذه يتبعها اختيار. اي واحد تقول ايه خليها 5، واحد يقول خليها 6، لا 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 ما ينفع تخليها 7، واحد ينفع تقول خليها 8. فاحنا راح نختار موعد بعد المشاورة، المشاورة يتبعها اختيار، والطباعة يتبعها توزيع. تخيلوا كذا واحد مؤلف كتاب وطبع منه 1000 نسخة، هو طابع 1000 نسخة عشان يجلس عليهم أو يأكل عليهم أو ينام عليهم؟ لا، طبيعهم عشان يوزعهم على المكتبات ويبيعهم زي كتب القدرات وكتب التحصيل وكتب وكتب وكتب. يبقى المشاورة يتبعها اختيار، والطباعة يتبعها توزيع. القلب والدم، القلب يدفع الدم، والمروحة تدفع الهواء. كلمة تدفع أو تخرج، يبقى القلب يخرج الدم والمروحة تخرج الهواء. لاحظوا هنا إن العلاقات مش حاجات مستحيلة، يعني أمور سهلة جدا من تنفهم الكلمتين مع بعض، واللي يتدرب عليها إن شاء الله راح يحصلها سهلة مرة. الجدب يؤدي إلى مجاعة، الجدب اللي هو إيش، خلاص ما في ماء، ما في زرع، ما في شيء، هذا راح يؤدي إلى، تخيلوا ما في ماء ولا في زرع، بالتلقائي راح يموت الحيوانات. مات الزرع، مات الحيوانات، خلاص مجاعة. يصير الإنسان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقت الأزمات، كانوا يأكلون الشجر والوبر، مجاعة، ما في أكل. الجدب يؤدي إلى مجاعة، والطوفان يؤدي إلى غرق، في مية كتير جاية، هذه المية الكتير هذه تؤدي إلى غرق. المناعة وتطعيم، هذه يناسبها الجرعة الثالثة، تطعيم الجرعة الثالثة اللي حتصير إجباري هذه تؤدي إلى مناعة، تؤدي إلى مناعة، هنا يسموها علاقة يؤدي إلى معكوسة. احفظوها كده، معكوسة، يعني هنبدأ من اليسار. يبقى التطعيم يؤدي إلى مناعة، والاجتهاد يؤدي إلى نجاح. بس ما اجتهدت الله عز وجل إن شاء الله يكافئها بالنجاح، وقدر ما تجتهد رب العالمين على قدر هذا الاجتهاد يكافئها بهذا النجاح. والله حتى الزكاة رب العالمين مع الاجتهاد يعوض، يعني إنسان متوسط الزكاة تمام واجتهد اجتهاد كبير، رب العالمين يوفق لأفضل من إنسان ذكي جدا لو قرأ الكلمة حفظها. لأن إيش؟ الاجتهاد يؤدي إلى النجاح، ده مجرد الدعاء تؤدي إلى الإجابة. فإني قريب، الآية بتاعت ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. في إيه يا حبيبي؟ في إيه يا بابا؟ في إيه؟ انت ماسك الحاجه في ايدك، ماسك ايه في ايدك؟ لا ما ينفعش، ده ماسك في ايد،
مجرد الدعاء فقط، بس الواحد دعا، مجرد أنه دعا فقط، هذا يؤدي إلى استجابة. فما بالكم بالاجتهاد؟ هذا اجتهد يؤدي إلى نجاح، التطعيم يؤدي إلى مناعة. محلول ومختبر. مختبر اللي هو إيش؟ معمل تحاليل وحاجات زي كده، معمل يعني. مختبر ومحاليل، يعني واحد مثلا مسافر بيطلبوا في السفر تحاليل، التحاليل مكانها وين؟ في المختبر. في أحد بيعمل تحاليل في مثلا في مدرسة ولا مثلا في النادي؟ وين الواحد لما يجي يسافر ويعمل تحاليل ولا كذا، وين يروح؟ المختبر. المحاليل والتحاليل والمحلول مكانه في المختبر، والخيل مكانه في الإسطبل. مكان الخيل وين؟ في الإسطبل، مكانها اللي هي بتنام فيه، إسطبل الخيل. مريض ودواء. إنسان مريض يحتاج هذا المريض إلى دواء، يبقى المريض يحتاج إلى دواء، والضعيف يحتاج إلى تقوية. واحد ضعيف يحتاج إلى تقوية، واحد مريض يحتاج إلى دواء، يبقى العلاقة هنا احتياج. ومش لازم زي ما بنقول احنا في مصر، مش لازم نحبكها كلمة احتياج، لا، يعني لو قلنا يحتاج بحاجة عادي. هي أهم شيء نفهم العلاقة بين الكلمتين، مريض يحتاج دواء، ضعيف يحتاج تقوية. تحلية وماء، وتنقية الهواء. يقولون تحلية الماء وتنقية الهواء، يقولون هذه عملية على الشيء، يعني الماء يحدث له تحلية والهواء يحدث له تنقية. كيف يحدث للهواء تنقية؟ الله يعيذنا وإياكم، الله لا يصيبنا ولا يصيبكم، اللي هو الإنسان اللي بيبقى خلاص في مراحل الأخيرة في الحياة ويحطوه في منطقة اسمها الإنعاش أو العزل المركزي، هذا يصير حتى في المكان هذا حتى الهواء منقيينه من البكتيريا ومن الفيروسات ومن أي شيء، حتى الهواء ما في شيء ضار. ليش؟ لأنه يعني أي نفس ملوث يوديه الرجال هذا. فالهواء يحدث له تنقية والماء يحدث له تحلية. مخالفة وغرامة. الإنسان اللي خد مخالفة يعني حيدفع غرامة، فالمخالفة تؤدي إلى غرامة، والتفوق يؤدي إلى مكافأة. إن شاء الله لما ربنا يكتب لكم إن شاء الله تكونوا في الجامعة راح تعرفوا إن المكافأة راح تختلف من تقدير لتقدير. يعني اللي جايب 5 يعني ممتاز، ليه مكافأة غير اللي جايب 4 يعني جيد جدا، تمام؟ فالمكافأة التفوق يؤدي إلى مكافأة. مثلا جبت 100% أكيد والدك ووالدتك راح يعجبوا لك مكافأة كبيرة مرة، راح يعطوك هدية كبيرة مثلا. يبقى التفوق يؤدي إلى مكافأة. هذا هو التناظر اللفظي، كلمتين بينهم علاقة. نبحث في الخيارات عن كلمتين بينهما نفس العلاقة. طيب الخطأ السياقي، جملة في هذه الجملة كلمة خطأ، راح نشيل الكلمة الخطأ وهي تكون الحل لها. مثال، وبالمثال يتضح المقال. الإنسان بلا هدف كالسفينة بلا دفة. الإنسان اللي ما عندهش هدف مثل السفينة بلا أحد بيوجهها، يبدأ فيها بها الأمر عند الصخور. لما تيجي صخرة تبدأ عندها؟ لا، كلمة يبدأ هي الخطأ. وما ليش الصح؟ ينتهي الأمر بها عند الصخور. سفينة كده ما فيها أحد بوجهها، الهواء بمشيها بمشيها لين تيجي عند صخرة ما تتحرك. يبقى الإنسان بلا هدف كالسفينة بلا دفة، يبدأ بها الأمر عند الصخور. إن الإنجازات تقل لهؤلاء الذين يروا في الأشياء التافهة إمكانيات كبيرة،
الكلمة الخطأ هنا تقل، الإنجازات تزيد أو تزداد لهؤلاء الناس الذين يرون في الأشياء التافهة إمكانيات كبيرة. شفت أول ما كان في ماسك للجوال وكذا، ماسك يعني أول يعني نقوله يعني الإنسان حيكسل يمسك الجوال أصلاً، مين كان أول يعني يقولوا كلنا كان أول يقولون كذا، نتمنى يكون معنا جوال، مو يتمنى يكون معهم ماسك. فالإنسان التافه ساعتها وقتها فكر إنه يحط يريح الناس ويحط لهم ماسك ويحط لهم كذا ويحط لهم هنا. وقتها اللي كان يفكر في هذا الشيء يقول وش هذا المعتوه، يعني إيش اللي أنت مسويه هذا؟ صار كام يكسب منها؟ هذه يكسب منها مليارات. الإنجاز، وهذه يعني كلمة الجملة هذه مبني عليها مشاهير السوشيال ميديا كلها إلا النساء. طبعا النساء لما بيشتهرون بس انكشفوا انشهروا، لكن مثلا لما تلاقي واحد مشهور عنده ملايين متابعين حتلاقيه بيتكلم عن أشياء دقيقة مرة، وحتلاقيه بيتكلم عن أشياء غريبة مرة، وحتلاقيه بيتكلم عن أشياء ما ترد على ذهنك أصلا مرة، فتلاقيه لما تسمع المقطع يشدك أنك تكمله. الإنجازات تزداد لهؤلاء الناس الذين يرون في الأشياء التافهة إمكانيات كبيرة. بالله من سنوات كذا لو شفنا واحد أو واحدة على تيك توك بتكلم أو عمل مقطع وكذا، وش كنا نقول عليه؟ قال الحياة، هذا ما تربى أو هذه ما تربت، وهذه من بيئة مو كذا. أمس واحد أو واحدة منزل ربحها 72 ألف دولار أمريكي في الشهر، 72 ألف، مش ألف ريال، 72 ألف دولار. في بدايات هذه البرامج أي إنسان كان يعمل فيها يقول أوه هو التافه هذا، تافه هذه، ما تربى ما تربت ما كذا. الإنجازات تزداد لهؤلاء الناس الذين يرون في الأشياء التافهة إمكانيات كبيرة. الفشل هو الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يتفاداه دون أن يبذل جهد. معقول؟ مثلاً واحد يبي يجيب 100%، ينفع يجيب 100% بدون أن يبذل جهد؟ لا. تبي تفشل؟ خلاص لا تسوي شيء. تبي تفشل؟ لا تذاكر بس، خلاص سهلة، اجلس كذا. الفشل هو الوحيد الذي يستطيع الإنسان أن يقع فيه، أن يحققه مش يتفاداه. يعني عشان تفشل لا تسوي شيء، لا تبذل شيء، لا تبذل جهد. الفشل هو الوحيد الذي يستطيع الإنسان، حنشيل كلمة يتفاداه ونحط يقع فيه أو يحققه دون أن يبذل جهد. المتفائل يرى فرصة، هذه الجملة بتتكرر مثل كذا، مثل الفطار والعشاء والغداء كذا. المتفائل يرى فرصة في كل صعوبة. الإنسان المتفائل يرى فرصة في كل صعوبة. الجملة هذه صحيحة. والمتطلع يعني اللي عنده أمل يا بنات، المتطلع يعني عنده أمل، عنده طموح مثلا، يرى صعوبة في كل فرصة. الإنسان اللي عنده أمل وعنده تطلعات بيلاقي صعوبة؟ لا. مين اللي بيلاقي صعوبة في كل فرصة؟ هذا المتشائم. المتشائم مثل إيش؟ واحد يتعين دكتور في الجامعة، بدل ما ينبسط يقول اوه ترى عبء، والله مسؤوليه كبيره، والله العظيم كيف انا كيف اقدر كيف اسوي، تلاقيه حزين على طول. متشائم مع انه ناجح لكن متشائم، يلاقي صعوبه في كل فرصه. يتعين دكتور في الجامعه يقول كيف وكيف اعمل اختبارات ومسؤوليه واحده مثلا جابت 100% في القدرات، الله يرزقكم جميعا بها، وهي من نوع المتشائم مثلا،
وش تقول؟ بدل هي جابت 100% في القدرات، تقول بس التحصيل صعب، كيف اسوي في التحصيل؟ خلاص افرح بال100% في القدرات وان شاء الله حتيجي ال100% تحصيل ان شاء الله. كذا الانسان المتشائم يرى صعوبة في كل فرصة. سن نجح وتفوق وراح دخل كل الطب، بدل ما يقول الحمد لله مرحلة جديدة وخير وشيء ربنا وفقني ليه، يقول صعب الدراسة مرة، كم كتاب وبالإنجليزي يرى صعوبة في كل فرصة. هذا مين؟ المتطلع له، المتشائم، المتطلع اللي عنده أمل، اللي عنده طموح. الاستغفار وسيلة للتوبة، صح؟ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وكملت الآية. وينتج عنه، ينتج عن الاستغفار ارتكاب الذنوب. لما نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بالله عليكم وأنا جالس الحين من كل قلب أقول استغفر الله استغفر الله، هل أنا في هذه الحالة ممكن أعمل ذنب؟ الاستغفار هذا يقربني إلى رب العالمين، بيكسر القلب لله، يعني ما ينتج عنه ارتكاب معصية ولا ارتكاب ذنب، بل ينتج عنه مغفرة الذنوب. يا الله، من زاد حياؤه، بالله أقول إن هذا يا بسملة، من زاد حياؤه ذهب إيش؟ تفضلي اللي روح عيدها، تفضلي أو كافي، تفضلي كافي كافي، تفضل شارك معنا. من يشارك معنا في شرح هذا السؤال؟ أنا مستر. تفضلي. نعم تفضلي. ها، من زاد حياءه ذهب سروره وهان على الناس الخطأ، من زاد زاد هو الخطأ، التصحيح من قل حياءه. نعم شكرا جزيلا، الله يحفظك. من قل حياءه ذهب سروره وهان على الناس. أنت حتى تقولوها عندكم في فلان، هذا ما يستحي، أو أنتوا تقولون ما تستحي على وجهك كذا كذا، ما تستحي، يعني الناس ما تحترمه، وهو نفسه يقل، يعني ما يكون مبسوط. إنسان مثلا يعني ما عنده حياة ما يكون مبسوط أبدا، صدقوني ما يكون مبسوط. من زاد حياءه ذهب سروره، لا، الإنسان اللي عنده حياء واجد يذهب سروره، لا والله، والله العظيم جربتها بنفسي أنا في جامعة القاهرة، وما أدراكم ما جامعة القاهرة، يوم أغض بصري وأغمض كده أقسم بالله كأني ملك، شيء كذا رضا في داخل قلبي كذا أفضل ما يكون. من زاد حياؤه مستحيل يذهب سروره أبدا، بالعكس يكون مسرور القلب. من قل حياؤه ذهب سروره وهان على الناس. ما تشوف واحد على طول في نكت، ضايق صدري، والله مخنوق، زهقانة، والله مليت، هتلاقوا السبب الرئيسي إيش؟ مو جلسة في البيت، لا، الحمد لله رب العالمين. معظم الناس، خلينا نقول معظم الناس، بلاش نقول جميع الناس هنا، في خير. طب ليش أنا طفشانة، زهقانة، مليت؟ من إيش؟ هتلاقي الأغاني شغالة 24 ساعة، مقاطع اللي هي مثلا زي كذا، بنسمع اي مقطع ونضحك، ونسمع اي اغاني ونضحك، ونسمع حاجه زي كذا. مره في مره يذهب الحياء، يعني انا يوم اسمع اغنيه الحين، اوه استغفر الله سمعت اغنيه، بعد شوي بعد ما اسمع، يعني اول حاجه مرت علي اعديها، استغفر الله هذه اغنيه اعديها، بعد شوي اسمع منها شوي واتذكر ان هذا حرام، استغفر الله واعديها،
بعد فترة أسمعها كلها وأعديها وأسمع اللي بعدها واللي بعدها، وبعدين آخر اليوم أعوذ بالله. سمعنا أغاني كثير اليوم أعوذ بالله، من هنا يذهب السرور ويقل الحياء. خلاص صرنا إذا صرنا نعدي القرآن، يجي القرآن يعديه كأنه أعوذ بالله أغاني أعوذ بالله عديها. بعض الناس وصل يصل بس يشوف مقطع قرآن بسرعة يعديه كأنه حرام أن يوقفه. من زاد من قل حياؤه ذهب سروره وهان على الناس. اسمع حكمة الغبي حتى لا تندم. واحد غبي روح نسمع حكمته عشان ما نندم؟ لا، مبين أني ما نسمع حكمة الغبي. لكن اسمع حكمة الحكيم اسمع حكمة الحكيم حتى لا تندم. إنسان حكيم مثل الوالد والوالدة في دور الحكمة، مر كام عندهم مثلا 50 سنة 40 سنة 60 سنة إن كان أكثر أو أقل، مروا بأشياء أكثر مننا كلنا وتجارب، فالكلمة منهم حكمة. اسمع حكمة الحكيم حتى لا تندم. مثلا المدرب في مجال التدريب يعتبر حكيم، يعني مثلا ما أنا مدرب لفظ مثلا يعتبر أنا في اللفظ حكيم، مثلا أقول يا جماعة مثلا ذكروا ساعتين في اليوم، واحد يقول ها ساعتين والله لو 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 بجيب 100% ما بذكرها، أخلي أحمد ربك إني دخلت اليوم. حلو، رح يختبر ويعرف إن كان لازم يسمح كلمتي، لازم تذاكر ساعتين في اليوم قدرات. ساعتين؟ إيه ساعتين. من جدك؟ إيه والله ما أمزح، أقل شيء الحين تذاكر ساعتين في اليوم، لأن إحنا في ترم ثاني وبعضكم في ثالث ثانوي يعني مقبل على جامعة، وبعضكم آخر فرصة لهم، يبقى ساعتين ثلاثة لازم نذاكر زي كده. اسمع حكمة الحكيم حتى لا تندم. هناك عقبات في طريق النجاح، صح؟ طريق النجاح طريق التفوق في عقبات كبيرة، فطرق النجاح ممهدة دائما. يعني عشان نجيب 100% بس أروح أختبر كذا الوالد ولا السواق يوديني بالسيارة وهناك يعطوني قلم وامسك القلم ويقولوا لي هذه الإجابة الصح لونها، ولو أنا ما لونتها زين هم يلونوها، وجيب 100% ممهدة ما في شيء صعب. لا، طرق النجاح وعرة دائما، وعرة بمعنى الكلمة. ولو ذكرت أمثلة من هذا الواقع ما رح أوقف. طرق النجاح وعرة، أكتفي بمثال واحد. إنسان اختبر جاب 50، انصدم، اختبر مرة ثانية في 60 أو 51 بس أو 52، والله في ناس كده يختبر 50 يجيب 52 53 بعدها وزي كده، اختبر وأصر أن يضاعف جهوده، هوب جاب في المرة الثالثة 100%، مرة جاب 50 مرة جاب 70 مرة كده، مرة ذاكر مرة اجتهد دخل دورة مرة. هذه طرق النجاح وعرة صعبة، محتاج اجتهاد، محتاج مذاكرة، محتاجة كده، مو ممهدة، مو سهلة كده. يجب علينا عدم النظر للمشكلات بشكل عام حتى نستحضر الصورة كاملة. يجب علينا عدم النظر للمشكلات بشكل خاص. ليش بشكل خاص؟ يعني مثلا أنا بستشيركم في موعد الدورة، إيش رأيكم خلوها مثلا الصباح
ولا مساء؟ فواحدة خريجة مثلا من العام الماضي تقول إيه صباح عشان أنا عندي المساء دوام. تمام؟ نقول لها ترى مثلا لا لا بالله خليها الصباح. هي بالنسبة لها نظرت للمشكلة بشكل خاص لأنها المسكينة عندها شغل في المساء، يعني وقت الدورة حيكون عندها شغل. واحدة ثانية قالت لا أنا خلينا المساء عشان الصباح عندنا مدرسة. هنا كل إنسان بيفكر في المشكلة إيش؟ من جانب خاص. يعني تناسب معي أنا فقط ولا لا؟ يجب علينا عدم النظر للمشكلات بشكل خاص، مو عشان تناسبني أنا فقط بس. لا، يعني مثلا رمي الزبالة والكرامة في الشارع. هذه مشكلة من المشاكل. واحد خلص عصير رماه في الشارع. فيقوم الوالد مثلا يقول له لا حطها هنا في سلة الزبالة هنا في أو حطها في كيس الزبالة هذا اللي في السيارة. ولو لسه بحطها في الكيس وأدور وين الكيس وبعدين يملى الكيس واخده وحطه أنا في الزبالة، حطتها في الشارع. هو صادق افتك منها رماها ما عاد لها أثر. هو فكر في المشكلة بشكل خاص له مو بشكل عام، إنها حتخلي المكان مو حضاري وحتتعب الناس وحيخلي وهكذا. يبقى يجب علينا عدم النظر للمشكلات بشكل عام حتى نستحضر الصورة كاملة. استكمال إكمال الجمل، إكمال يلا يا بسم الله يا بسم الله بالله أعطيني السؤال هذا. عندما تبدأ في فهم إيش؟ معنى بسم الله؟ طيب يا دانا أعطينا السؤال هذا يا دانا. دانا تمكة، عندما تبدأ في فهم إيش؟ عندما تبدأ في فهم أفكارك ستذا كيف تصنع واقعك. عندما تبدأ في فهم أفكارك سترى كيف تصنع واقعك. إكمال الجمل هذا حاجات زي اللي احنا تعلمنا عليها تعودنا عليها في كامل تعليمنا. بنكمل الجملة بشيء الصواب. عندما تبدأ في فهم أفكارك، لما تفهم فكرك، لما تفهم ميولك، راح تعرف كيف تصنع مستقبلك. قدم الناس، قدم الثناء لمن يستحقه. قدم الثناء لمن يستحقه. يعني تقول والله ما فلان مثلا انا بشرح زين، تقول والله ما شاء الله عليك انت جزاك الله خير بتشرح زين. ما بشرح شيء لا ما بشرح زين لا تقول لي. في واحد بيعمل شيء كويس فهذا يستحق هذا الثناء. قدم الثناء لمن يريده. واحد يبي يقول بالله امدحني امدحني، ينفع خلاص بقول لك امدحني امدحني تقول لي؟ لمن يجهله؟ واحد مثلا ما بيعرف عربي تروح تدعي له هو راح يفهمك؟ ما راح يفهمك. لمن يتمناه ولا لمن يستحقه؟ لا، قدم الثناء لمن يستحقه. لا تطعن في حياء صديقك او في ذوق صديقك. لا تطعن في ذوق صديقك فقد اختارك دون غيرك من الناس. واحدة مثلا بتقول لصديقتها والله انت ذوقك شين مرة. يعني الحين لو نظام قصف جبهات على طول تقول اي والله تعرفي كيف ما اعرف يعني سبت الناس كلها واخترتك، لانها اول واحدة اختارتها. ما هي من ذوق هذه، ذوق واحد واحد انه بيختار صديق على ذوقه على هواه على ميوله على طبعه. لا تطعن في ذوق صديقك فقد اختارك دون غيرك من الناس. افضل وسيله للبر بالوعد الا تعد. افضل وسيله انك تحقق اللي انت قلته انك ما توعدش بحاجه شيء.
واحد مثلا قال لزوجته يعني ان شاء الله في عيد ميلادك، طبعا انا ما بحتفلش بعيد الميلاد، بس انا بضرب مثال، بجيب لك طقم ذهب، حلو، شيء جميل خالص. جاء وقت عيد ميلادها وما في فلوس، ها والله ما في. طب هو لو ما تكلم وجاء وقت الميلاد عيد ميلادها وكذا وراح جاب طقم ذهب لحاله، هنا وفى بوعد بدون ان يتكلم. يبقى افضل وسيله للبر بالوعد الا تعد. تعلم من الحمامه الوداعه. الوداعه يعني المسالمه، الحمام رمز للسلام. ومن النحله النظام. النحل منظم جدا، يمشي في سرب، تخيلوا يمشي في سرب يعني ايه؟ في جيش كذا، جيش النحل هذا يمشي في جيش. ومن النملة الصبر. بالفعل لو تشوف النملة وهي بتبحث عن رزقها، فرفوتة بسيطة، تفتوفة صغيرة كذا، قاعدة تنقل فيها من مكان لمكان 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 لين توديها منزلها، تقول يا صبر هذه. هذا طبعا مثل يحفظ، لو اللي بيحفظ الأمثال عشان يفتك ممكن يحفظ. إن الاتصال في العلاقات، طبعا باقي مثالين بس ونخلص إن شاء الله. إن الاتصال في العلاقات الإنسانية، لما يكون في تواصل بين الناس يشبه التنفس في الإنسان. طالما في تواصل بين الناس المجتمع حي، لسه في نفس، فكلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. لما ما يكون في تواصل أبدا بين الناس خلاص مجتمع ميت، مثل المجتمعات الأوروبية في بعض أجزائها. صير مثل الجماد كذا، مثل الآلة، وقت الشغل شغل. لو حتى قالوا لك إن مثلا ابنك مات مثلا والعياذ بالله، لو قالوا كذا ما تقدر تترك الشغل، خلاص شغل. هنا ما في تواصل، ما في شيء، هنا موت. تخيل واحد ابنه مات ولا ابوه مات ولا زوجته ماتت ولا كذا، ووقت الشغل ما يقدر يترك الشغل، ليش؟ هذا شغل. الاتصال في العلاقات الإنسانية يشبه التنفس في الإنسان، فكلاهما يهدف إلى استمرار الحياة. آخر شيء نختم به إن شاء الله، إن الشخصية القوية تنتج عن التكرار المستمر للسلوكيات الإيجابية والأفكار المبدعة. وبهذا القدر قد اكتفينا إن شاء الله، حنا نوقف الحفظ عشان لو